مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال ليلة اليوم ستبقى أمطار رعدية معتبرة تخص كل من ولاية مستغانم، شلف، تسمسيلت وعين الدفلة. يجب أخذ الحيطة والحذر. الأمطار ستكون على شكل زخات رعدية وكميتها بإمكانها أن تصل أو تفوق محليا 30 ملم. بالنسبة ليوم الغد بحول الله، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب عبور بعض السحب نحو المناطق الغربية، تبقى دائما مرفوقة ببعض الأمطار على شرق ولاية وهران، تكون على شكل زخات رعدية بالمرتفعات الغربية. أيضا أمطار رعدية ستبقى تخصها خلال الظهيرة، وأمطار تبقى تخص أيضا السواحل الوسطى والشرقية على فترات. أما بالمناطق الداخلية الوسطى والشرقية ستتناول فترات صفأ وسحب عابرة في انتظار أن تلتحق إليها الأمطار الرعدية خلال أواخر النهار. جنوبا بمنطقة الثورة وشمال للصحراء سحب عابرة مرفوقة بأمطار على فترات، وتبقى أجواء من مشمسة إلى مغشة جزئيا على وسط الصحراء وأقصى الجنوب. بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم باردة بالأوراس، درجة واحدة تحت الصفر، 3 درجات بالجلفة والبيض، 6 إلى 11 بسواحل، نفس المقياس بشمال الصحراء والجنوب الغربي، 9 درجات بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، والعشرين درجة بأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة القصوى خلال يوم الغد تتراوح ما بين 14 إلى 15 درجة بالمناطق الداخلية الشرقية، تبقى باردة، 17 درجة بعنبة، تعرف بعد الارتفاع على المناطق الوسطى والغربية حيث ستتراوح ما بين 16 إلى غاية 22 درجة، 24 درجة منتظرة بشمال الصحراء، في حدود 27 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، 29 درجة بإليزي، تصل إلى 32 درجة بوسط الصحراء وال34 بأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب، رياح ضعيفة بالوسط ثم تصبح معتدلة خلال الظهيرة على كافة السواحل، تأتينا ضمن تيارات غربية شمالية غربية على السواحل الشرقية، شرقية تماما بسواحل الوسطى ثم تدور إلى شمالية شرقية خلال الظهيرة، ونفس الاتجاه بالنسبة للسواحل الغربية. جولة خاطفة إلى بعض العواصم العربية، حيث أجواء غائمة ستبقى تميز بغداد والكويت، بعض الأمطار على مدينة الصنعاء، سباء قليلة السحب على أغلب العواصم الأخرى إلى مشمسة تماما بكل من جدة، القاهرة والخرطوم. درجة الحرارة تقارب 21 درجة فقط بدمشق، لن تتعدى 27 درجة بمسقط والصنعاء، تصل إلى 30 درجة بجدة و43 كعلى مقياس بمدينة الخرطوم. نعود إلى أرض الوطن، وقت شروق الشمس صبيحة الغد سيكون بحول الله في حدود الساعة 6 صباحا و42 دقيقة. شكرا على المتابعة، وفي أمان الله.